شرفوا يا رجال، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله عليك شيخي. السلام عليكم. سلام وسهلا. شرفوا عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. شرف ابو قاسم. اهلا بشير. تفضل. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا يا كريم. شرفوا سيدي. شرفوا عمي بيتكم مطرحكم. اهلا وسهلا. تفضل ابو النار. شريف. لا والله شو الحكي هذا يا رجل؟ نحكي ما بتعلى عن الحاج بالمطرح. مطرحك لك اهلين بالرجال واحلى عقيد حاره والله. شرف سيدي. شرف. تفضل عمي. تفضل ويا ميت. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله يبارك لنا فيكم يا رجال. يا اهل المرور والعز والكرامه. هذا مين؟ هذا قهوه. والنفر والشرف والشهاده. ننسى الايام الصعبه وبالمحبه بنرجعنا. والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا. بس انت لا تاخذني بالكلمه يا اخي ابو النار، ما كان لازم ترد على ابو غالي. هذا واحد داله محب ولا له صاحب، كل عمره رمى بلا وفتان. انت معقول يكون لك حق عنا ما تاخذوه؟ الله يخلي لي اياك. انسى خيب عصام، انسى انسى. ضاعت ولا اله يا رجل. انا حقي وصل لي لما حطيت ايدي بايد العقيد ابو شهاب. الله محيي اصلك ابو النار. على راسي ابو شهاب، على راسي والله. بس هذا ابو غالب لا تكسر خاطره، رجال فقير ومعتر وعلى باب الله، يعني كان فكره يطلع له قرشين بهالشغله لي هي. اذا كان بدك نحن اولاد اليوم وحقك اللي الك عنا رح يصلك، وبيت عمتك تقدر تروح وتجي عليه ايمت من كان. الله يديم عزك يا ابو شهاب. ان شاء الله على طول احباب باذن الله. والله يلعن الشيطان ويلعن المشاكل ويلعن ساعته. حط بيحط. على كمان اليوم ما في شغل؟ مثل ما انك شايف، لا بيع ولا شروي. الحمد لله. شو لاقي قمت؟ شو بدك يعني اقعد ساوي؟ كشت البال. وين بدك تروح؟ رايح على البيت اقدح نومي احسن شيء. ايه. ما راح نلتقى بالقهوة؟ ان شاء الله بعد العصر. يلا بخاطرك. مع السلامة. الله معك. ابو جودة انحقق بالسرقة ومطرق معه شيء، وما عرف مين الحرامي. يمنع من سيرته بخاطر مشان الله. واحد فات الدولة كاس الشاي وحنا ضرب طريقه وطلع. هذا اسمه تحقيق. يعني هلأ شو الحل يا رجال؟ شو الحل عبيد؟ أنا بشوف إنه نحنا نحرس الحارة. كيف عبيد كيف؟ شباب الحارة بيحرسوا بيراقبوا إيه من فات وإيه من طلع، ومن الليلة بيستلموا كل مفارق الحارة. يا سيدي هذا هو الحكي المضبوط. بهالحالة بنحسن ننام ونحنا مرتاحين. هاي خلصنا منها. عندي خبر مفرح حابب خبركم اياه. تفضل عقيد. ابو ابراهيم طلب ايد بنت صهري ابو عصام لابنه ابراهيم، ونحن بيشرفنا انه نناسبه، انا وابو عصام واخي ابو قاسي. استغفر الله عقيد، نحن اللي تشرفنا. 100 ورد يا ابو ابراهيم. ان شاء الله. الف مبروك ابو ابراهيم. الله يبارك فيك. مبروك. وعدوني الكتاب بعد بكره. ايه والله والله لو الدنيا نهار لاسلخ زلغوطه تسمع كل اهل الحق. لاحقه لاحقه صلنطي. والله اذا بيقع بايدي لاكله بلا ملح. ما في كلام. ما راي اعمل لي فتله بصغار جواني. قول الله. لك يخرب بيته، لك مين عم يفوت؟
وعيب عليك ولك تمد ايدك على رزق الناس وتسرق؟ لساتك شاب بأول طلعتك، أهلك ما علموك إنه السرقة حرام؟ علموني يا سيدي، علموني. علموك ومع هيك عم تمد ايدك على رزق العالم وتسرق، ليش عم تسرق ولا؟ أمي مريضة وأبي عاجز وأنا أكبر أخواتي وما حدا رضي يشغلني عنده، منين أمي وأبي وأخواتي بدهم ياكلوا يا سيدي وهن ما قالن حدا يطعميهم رغيف خبز واحد؟ وأبوك ما عم يسألك منين عم تجيب المصاري؟ عم يسألني بس أنا كنت أقول له إني عم أشتغل عالتال. كذب ولا؟ أنت شو اسمك؟ فتحي سيدي، فتحي. أنت بتعرف شو بيساوي بالحرامي لما يلقطوه ولا ما بتعرف؟ بعرف سيدي، بعرف سيدي. إن شاء الله بوس رجلك لتسلمني للترك، إن شاء الله بعد عيدا يا سيدي، والله بعد عيدا. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. قوم وقف على حيلك يا ابني، قوم قوم سيدي. إن شاء الله إن شاء الله إذا بفوت على حبس إخواتي بدهم يموتوا من الجوع، والله بدهم يموتوا من الجوع. يا الله يا سيدي. خلاص شوف يا ابني، الحرامي سمعته مي حلوة بين الناس، بكرة ما بيعود حدا يأمنك على رزقه ولا يأمن لك تفوت على بيته أو دكاته، بيقولوا هذا بكرة بيسرقنا، منشان هيك أنا رح أعفي عنك. ربي يخلي لي إياك يا سيدي، ربي يخلي لنا إياك ولا يحرمنا منك يا رب. بس بشرط توعدني ما بقى تمد إيدك على مال الحرام. بوعدك يا سيدي، بوعدك والله شاهد علي. منشان الشغل أنا رح أشغلك عندي هون بالمضافة وبالبايك، استبينا؟ روح الله يخلي لنا ياك يا رب. أنا رح أحطك عندي موقتي بس لجربك وشوف إيش كان ضليت عند وعدك. خلاص بوعدك إنه يكون خدامك. عبدو عمرك عقيد؟ من على بكرة الصبح بتوصل الطنجرة والببور لأصحابهم وأصحك جنس مخلوق يدرب اللي سواه فتحي. صار عقيد صار. روح ربي يخلي لنا ياك يا عقيد، الله يديمك ويعلي لنا مقامك يا رب. سي خذ هالقرشين تشتري فيهم شوية أكل لأهلها، وإذا سألوك من وين جبت المصاري بتقولون إنك عم تشتغل عندي، وبكرة من على بكرة الصبح بتنزرع عندي، فهمت؟ سي الله يخلي لنا إياك يا سيدي، الله يعلي لنا مقامك، الله يستر على حريمك ولا يحرمنا منك. يلا يلا وينكم؟ شو هاد؟ استغفر الله العظيم، لك يا مرتخي ما بيصير هيك، الله يرضى عليك استري حالك، انت مالك ساكنه لحالك بالبيت، هي اسمها اللي بترفعي هي. شبك شبك ليش عم تعيط؟ من مرتخي اللي مالها ساتره حالها، لك شو بده الواحد يحكي معها؟ شو بده الواحد يحكي معها؟ وانت ما تقول يلا قبل ما تفوت. قلت وعيطت، شو بدي سمع اهل الحاره اني فايت على بيتي؟ طيب ليش رجع بكير؟ تعطلنا وما في شغل، شو بدك يعني ضل سايح بالصقايع من قرنة لقرنة لحتى يصير وقت فوتي على البيت يا مو؟ ما بيصير يا مو، فهمية تاني مرة ما تصير قطع الراسها، لأنه إذا بتشوفها بالقرعة ما رح أسكتها، والله العظيم ما رح أسكت. وأنت لازم يلاقي لك أبوك حل بقى لشغلك الدائر. أهلا وسهلا، شرفت والله. الله يجزيك شرف يا أهلين وسهلين. كيفك سعاد خانم؟ الحمد لله يا ميت. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. زيد تفضل. شلونك يا فندم؟ الحمد لله يا أبي. بس ما كلنا يعناكم جيلتنا ولو يا أم إبراهيم، البيت بيتك أنت وإبراهيم، بتشرفونا ساعة اللي بدكم. الله يخلينا لك يا مرت عمي. بنتي دلال هي أول زيارة لعريسك، لازم يشوفك حلوة ها، مو مبهدلة مثل عادتك. ايه روحي روحي، شو شايفتيني كل هالقد بشعة مثلي؟ ييي ما شاء الله على جمالك ودلالك. جميلة، حلو هذا التوب ولا اللي لابسته أحلى؟ اثنيناتهم ماشي حالهم. طيب وشي حلو؟ مشي حالك، نفقتي والله جبر بخاطرك. تضربي انتي واللي سألك، انزلي على المطبخ وحطي جات الفاكهة. بالله شو انا شو دخلني بضيوفك؟ انت اللي لازم تخدميهم، هدول جايين لعندك مو لعندي. يعني ما رح تساعديني؟ لك تكرم عينك يا امر، رح ساوي كل شيء. تبشي حبيبتي، الله يخلي لي اياك يا رب. اهلين معتز. جميلة
العائلة مين في عنا تحت بوط الضيوف؟ حمات أختك دلال وخطيب إبراهيم. أيوة. طيب إذا حدا سألك علي أنا لسه ما أجيت شوي. وليش أخي؟ هلا بدون ما تسأليني ليش أنا لسه ما أجيت فاتت لقى عليك هي؟ حاضر أخي. ليش ما بده حدا يعرف إنه لسه ما إجى البيت؟ طيب شو بدي ساوي بالأول؟ أحسن شيء أسأله. وأنت شو رأيك؟ أنا عم أقول القهوة أول مشان وقت يشربوها يصحوا على شوفتك حبيبتي. تضربي شو موجبة؟ لكن شو الشراب أول؟ لك لا هي ولا هي، روحي حطي جات الفواكه ولا جدبة. إيش شو بيعرفني؟ أنا لسه ما حدا خطبني. قال بدها تشربون قهوة ولا علي شو ما بتفهم؟ يسلموا هديات على هالذوق الحلو. الله يسلمك مرت عمي. هذا ذوق إبراهيم الشكلاسي. الله يسلمه ويوفقه. فوتي يا مفوتي. تعي يا مو تعي، تعي سلمي على مرت عمك وعلى إبراهيم. مساء الخير. لك يا مساء الخيرات والليرات. تعي تقولي لي تعي. مرحبا دلال. اهلين ابن عمي. لك يسلمني الخجلان انا. تعي تعي هاتي بوسه تانية. حبيبة قلبي انت يا مو دلال. عدي يا مو عدي. شلونك دلال؟ الحمد لله ابن عمي. يا ميت اهلين. يلا يلا سمعتوني؟ يلا يلا يا مو. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. شوفي شوفي. لك شو بعد تستحي أنتي؟ لك بعد تفهمي علينا؟ لك ما في كده؟ لك شباك شباك ليش عم تعيط؟ عم عيط خلي ما عم تفهم علينا يلي ما عندها ترباية. لك خلاص روح اسم مشان الجيرة. يا ما أنا هيك عيشة ما عاد أقدر عيشها. ما عاد أقدر عيشها. لا هوني علم علينا الأدب. لك يا عريس الأدب يا عريس الترباية. لك روحي أنا اللي عم أهلك خليني كملوا ترباية. اطفي. لك أنا لسانك بصلك يا فندولا. أنا مالي غلطان عصام مالي غلطان. بعد عن أخوك. لك بدي أعلمه شلون يحكي بأدب مع مرتي. شوفوا لا أنت مالك موني على مرتي. أنا مكسر لك رأسك يا كلب. أنا مالي غلطان ومرتك اللي مالها مرباية ببيت أهلها. لك خلص ولا لا. عم تضربني يا عصام؟ عم تضربني إلي؟ ومكسر لك رأسك كمان. دكي سريدك. ماشي يا عصام. ماشيين من زمان كان بده اياها. شوفوا لا اذا بتفتح تمك رح كمل عليك. ها انا هيك ربيتك. سألي هذا يلي ناقصه ترباية. خلي يعرف من يوم ورايح كيف يطول لسانه على مرت اخوه هالقليل الادب. انا ما راح فوتك. ابوك لازم يعرف انك ضربت اخوك. قولي له كمان ليش انا ضربته وشو سوى معي مع مرتي هالقليل الادب. ربي منيح يا مو ربي منيح. عصام ماشي ربي لك يا عم اول مش ماشي يا عصام ماشي.